آخر مستجدات بركان لابالما مع مفدى الحدث ليث بزاري. أكثر من 60 يوماً من الثوران المستمر لبركان كومبريفيخا في جزر الكناري، وحالة الطوارئ ما زالت قائمة دون بصيص أمل لنهاية هذه الكارثة الطبيعية، ولا يمكن تحديد مقدار الضرر لهذه اللحظة، فالخسائر الاقتصادية والاجتماعية الفادحة مستمرة، وسكان جزيرة لابالما هنا في محيط البركان فقدوا كل شيء، منازل وممتلكات وذكريات أصبحت تغمرها الحمم. في استجابة أولى من قبل الحكومة الإسبانية بعد إعلان لابالما منطقة منكوبة، تم منح 10.5 مليون يورو كدعم مباشر لحكومة جزر الكناري لشراء منازل للنازحين، وتم تخصيص مساعدات لتصليح الأضرار التي لحقت بالمزارع والمناطق السكنية البحرية التي تقع خارج المنطقة الحمراء المنكوبة، لكن ضرر كبير لحق بها. هناك مئات الأشخاص الذين فقدوا بيوتهم يقيمون في فنادق، وآخرون تم إجلاؤهم موزعين في مراكز صحية اجتماعية مختلفة في الجزيرة.